بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. مرحبا بكم مشاهدين الأفاضل، مشاهداتنا الفضليات، إلى حلقة جديدة من برنامج يسألونك. نعود فيها لمحور معاملات المالية، وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيدي الحسين مفرح، عضو المجلس العلمي الأعلى. أستاذنا الكريم، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. بارك الله فيكم أستاذي. أول سؤال في هذه الحلقة، ليلى المحمدي تقول: هل ذكرتمونا بحكم المعاملة المعروفة بدارت مع طلبي لكم أن يكون التذكير بالدارجة حتى أفهمه جيدا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه دارت فيها كلام ومؤداها أن جماعة من الناس، إما نساء وإما ذكور، 3-4-10 يتفقون أن يضعوا كل شهرين مقدارا معينا، يجمعوه كيحطوا كل شهر مقدار معين، وكيديروا واحد برنامج يعني، أو يعني ديال توزيع، إما بالقرعة وإما تلقائيا بالتراضي حتى تنتهي الدورة. تنتهي الدورة بحيث كل واحد يأخذ ذاك القدر المجمع. هذه هي دارت، واعتقد ما تحتاج لشي شرح اكثر بحال هكا، الناس كيعرفوا دابا الحكم الشرعي ديالها. واعتقد في المشرق وخاصه في مصر كيسميوها شي سميه هكايا، كيربطوها بالموظفين. احنا عندنا هذه القضيه هذه حتى هما، لما طرحت هذه القضيه هذه، ان ما كانتش يلاه طرحت يعني في الاعصر المتاخره، يعني قريب منها. كل واحد كيفاش كيفها، كيفاش كيفها، هذا هو المشكل فيها. كاين اللي كيفها على انه سلف اسلفني واوصفك، ايه عارفها يعني، فهمناه سلف، وسلف يعني جرى نفعا كيقولوا، يعني ما معنا ما فيش نفع، يعني ما فيش هكاك راك كتعطي 1000 درهم وكتاخذ 1000 درهم غير هي مجموعه. فكاين اللي حرمها من هذه الناحيه. من بعض المشايخ المهمين عندنا في المغرب هنا رحمهم الله، رأوا فيها هذا التكييف هذا، أو كيفوها التكييف هذا، ولكن الذي يظهر أن ليس فيها سلف، وأن التكييف ديالها الحقيقي مبني على مقصد الناس، ومقصد الناس ليس تسليف وإنما الدخير الادخار. المقصود ديال الناس الباعد على هذه المعاملة الادخار. كيف الادخار؟ أصل في الادخار أن يكون شخصيا، كتشد انت هذاك الشيء كتحطو، فوجد الناس أن هذه القضية ما كتسلكهمش، ما فيهاش شوية ديال العزم وكذا، كتجمع الراس إلا احتجتي له ما تصرفش يتصرفوا. فوجد الناس هذه الطريقة هذه اللي هي الحاملة على أن يتجمع له شيء له بال، ولذلك الباعث للناس على هذه المعاملة الادخار، فهي مبنية على الادخار وليس الباعث عليها سلفون، ولا سلفون جرى نفعا او غير او لم يجر نفعا. وكي قلت يا استاذ هشام ليس فيه منفعه، ان المنفعه اللي يسلف كياخذ منفعه، وما كاينش هنا شكون المنفعه. انا كنحط الفلوس ديالي يعني كنجمعهم وابيح للاخر ان ياخذها على اساس انني كناخذ. نعم. ولذلك الباعث عنها الادخار وليس قضية ديال يعني فائدة يستفيدها المسلف، وحتى قضية السلف ما وردش فيها، قضية السلف ما وردش فيها، وإنما الادخار. علاش؟ إنه كما قلنا، لأن دخل الإنسان شخصيا صعيب عليه، فيلجأ إلى التعاون مع جماعة فيتعاونون، ولذلك لا إشكال من ناحية الشرعية، لا مانع شرعا منها. كيبقى غير واحد المسألة اللي كيطرحوها في هذه القضية ديال دارت، هو أنه كيقول لك يقدر يكون فيها شوية الغرار. بحالاش؟ مثلا حنا كنجمعوا، كنكونوا متفقين 10 الناس أو 20، وكنعطيو مثلا لواحد هذا الشهر هذا ديال فلان، كياخذ مثلا 2 مليون ولا 3 مليون، وخداش فلان وفلان وفلان فيا غدا واحد الوقيته توفي لنا احد الذين اخذوا، واحد من ذوك اللي خداو توفاه الله. يعني الاخرين هو مازال ما عطاش الاخرين، مثلا يلاه خدا البركه ديالو وخدا ذاك الشيء الاخر، من شكون من يضمنوا للاخرين نصيبهم؟ هذا الغرار ما كيوصلش الى درجه تحريمها،
لأن النسبة ديالو ضئيلة جدا. هو غير يتوقعوا الناس. شوف أستاذ هشام، راه كل المعاملات كيف ما تكون نسبة الغرار فيها كاين واحد النسبة. نسبة، ولأنما الغرار المعتبر هو يعني الأكيد، يعني الغرار الفادح الظاهر. أما هذا النوع هذا ماشي، ثم بعد ذلك لم يأثر شيء. ثم بعد ذلك ممكن أن أهل الآخر يستمروا إلا بغاو يغطيوا ما تبقى ولا يعطيوا داك الشيء اللي هنا غيكون ضايعين هما مثلا، لأن السيد مثلا ما غيدفعش الدفوعات ديالو، مات الورثة ديالو واش غيقوموا بالواجب ولا ما يقوموش؟ يعني لا شك أن اللي كينسق ديك العملية هو غادي يشمع الورثة ديالو. إلا كانوا كيتسالوه راه غادي يسميتو، إلا كان كيتسال هو راه غادي. زائد أعتقد أن واحد المسألة ديال التضامن غتكون مع المشاركين. نعم. شنو هو التضامن؟ إلا وقع شي حاجة بحال هكايا راه غادي يطمنوا معاه. هذا ما كيمسش هذه المعاملة وكتبقى على الأصل. قضية الغرار صحيح لو كان غررا بينا وغررا فادحا نقولوا لا يجوز، إن من فساد من أسباب فساد المعاملات الغرار، ولكنه غرار يعني ضئيل جدا لا يؤثر. إذا هذه المعاملة دارت ما فيهاش إشكال من ناحية شرعية. انتقلوا أستاذي الكريم سؤال آخر من الأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم. والله يجازيكم بخير. أنا بغيت نسول واحد السؤال. كان عيش هنا في فرنسا وبغيت نعمر ذاك الدوسي ديال لانتريت، وسولوني واش كان ملك شي حاجة حتى في بلادي في المغرب، وأنا هذاك الشيء اللي درت ملي جيت قبل ما نجي لفرنسا، واش نقولوا لهم ولا واش من حقي نقولوا لهم ولا لا؟ مرحبا. مرحبا سيدتي، وتسمعي الجواب. سائلة أستاذ جمع الورق ديال التقاعد في فرنسا، ومن بين الأسئلة اللي يوجهوا لها هو شنو كتملكي في بلادك اللي هي المغرب. قالك هي كاين عندها شي حاجة قبل ما تمشي لفرنسا، وكاين شي حاجة اللي ملكتها أو تملكتها بعد الذهاب إلى فرنسا. واش شرعا هي أكيد كتسول على الحكم الشرعي، خصها تخبرهم بكل ما تملك أو لا؟ هنا كنرجعوا للمقتضى ديال هذاك المسؤول عنه، يعني مسائل اللي كيسولوا عليها فهذاك الملف ديال التقاعد ديالها اذا كان مستند الى 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 اسئله دقيقه، ويجب حسب القانون المعمول به تما كاين انها تخبرهم بكل ما تملك. فالظاهر انها خصها تخبرهم، لان المسلم يعامل غير المسلم، ان دوك اللي جاء البال ديالها يعني ان بما انهم ماشي مغاربه وماشي مسلمين نخفيو عليهم مسائل. نعم. لا، يعني الصدق يجب مع المسلم وغير المسلم اذا كان هناك داعي للصدق. داعي للصدق بمعنى انه كما قلنا ان هذه الاسئله تستند الى اسس قانونيه، بمعنى انها خاصها تعمر استماره، وهذيك الاستماره كما تعمرها هي يعني الجميع المستفيدين يعني سواسيه، فخاصها تكون صادقه معهم، تكون صادقة بمعنى تخبرهم غير كيبقى واحد القضية اللي شرط بها أنها كانت كتملك شي حاجة قبل ما تشارك معها. نعم، قبل ما تمشي. هذه ممكننا نقوله ما دخلاش في، يعني لم تملكها من 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 من, من أجرها اللي كانت من عملها في هذا. نعم. يمكننا نقوله تسكتوا عليها، وإن كان الأصل أنهم كيسولوا على كل شيء ما يملك الإنسان سواء قبل اشتغاله أو بعد اشتغاله. نعم. هذا هو المطلوب عندهم، يسألون عن كل شيء. ولذلك إذا كان هذا السؤال يعني أنه مستند إلى 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 قانون، يعني ماشي شي واحد غير قدر من اتقاء نفسه، فينبغي أن تكون صادقة. فكما نعم. أنها تريد أن يطبق عليها القانون لتستفيد، فكذلك يعني حتى هذا الجانب هذا تلتزم به. نعم. ماشي أنك أنتم تطبقوا علي القانون يعني باش نستفد وانا يا ما اكتمكم، هذا ليس من خلق الاسلام. نعم. يعني هذا ما فيه لا مسلم ولا غير مسلم. لا هذه معاملات على الصدق. المسلم صادقون مع المسلم وغيره. نعم. وهذا غيره اش يكون اما ذمي يعني مواطن غير مسلم، واما معاهد، وهاد الناس هادو معاهدين او مستأمنين، ولكن هم معاهدين، والمعاهد راه له حرمته. المعاهد اللي بيننا وبينه معاهدة سلام، وهذا هو العلاقة الرابطة بين المسلمين جميعا وبقية دول العالم وأفرادها. يعني
وأحاديث تدل على أن المعاهد ينبغي الوفاء له وينبغي احترامه وأن ماله معصوم، ماله معصوم ولذلك يعامل معاملة المسلم. نعم ولذلك ما لا ينبغي أنها تكتم شي حاجة. نعم سيدي بارك الله فيكم. غير ذلك القضية الأخرى اللي ملكاته قبل ممكن هذيك اللي قلنا بما أنها ما دخلش في يعني قبل ما تشتغل معهم هذه إلا بغت تسكت عليها تسكت نعم عليها. نعم انتقلوا للسؤال الآخر من الأسئلة الصوتية. مرحبا. ألو السلام عليكم السي أستاذ لاباس عليك بخير؟ لا إلا كلشي مزيان يا لاباس عليهم أمور هانية بخير. السي أستاذ الله يجازيك بخير بغي نسولك الله يجازيك بخير. أنا هنا في إسبانيا ديولة وعندي 10 مليون وبغيت نشري الدار، بغيت نشري الدار والدار 50 مليون كيزيدوا لي 40 مليون، 40 مليون غادي يعملوا عليها الانتيريز ديالهم الخدمة ديالهم. واش دابا ديك هادشي الخدمة ديالهم داكشي اللي كيزيدوا لك واش حلال ولا حرام؟ واش الربا ولا ماشي ربا؟ مرحبا سيدي تسمع الجواب عن السؤال ديالك. سيروا سيدات القضية اللي كثروا السؤال حولها ديال شراء السكن. نعم بواحد القرض اللي هو فيه فائدة كيسول ديك الفائدة واش هي ربا ولا ماشي ربا؟ أنا سمعت أنه قال لك في بلاد غير طبعا في إسبانيا وقال في إسبانيا أولا هذه القضية كما ذكرنا في حلقة سابقة ما بقاش شي ورد، يعني أن كان اللي قالوا بعض الفقهاء أن الربا في ديار مع كيقولوا هما الكفار ديك الساعة يعني مع غير المسلمين هناك من أجازها وخاصة إذا كان حربيا، وهذا غير وارد، أصبح الآن أصبح غير وارد لأن الناس في البلدان غير الإسلامية الأساسية لهم بدائل ديال إلى ما كاين أبناك اللي كدير بالتشارك وكيفما كان الحال فمثله بحال في المغرب. ما يجري على هذه العملية في المغربي وفي أي بلد إسلامي يجري عليها كما هي في بلد غير إسلامي. نعم. بالأساس إن نحيدوا هذه القضية يعني ما كاينش فرق بين الفرق دولة أوروبية ما بقاش نحيدوا هذه قضية ديال قال لك داك الشيء اللي كيزيد اللي زادوا عليه واش يعتبر ربا؟ نعم يعتبر ربا، يعتبر ربا. وأما الأصل اللي تسلف راه حلال، بمعنى أن هذه المسألة هذه مرة أخرى من خلال هذا السائل الكريم يؤكد عليها أن القدر الذي استلفه وشرى به الدار حلال، وإنما المشكل في داك الشيء اللي زادوا عليه. هذاك الشيء اللي زادوا عليه كيسمى راه كيعرف أنه ربا، والربا الأصل فيها يحرم أكلها ما كلهاش هو ويحرم إعطاؤها، لا يجوز إعطاؤها ما لم يكن الإنسان مضطرا أو في حاجة. هذا هو القضية. ولذلك يحيد من البال ديالو أنه إذا كان في بلد غير مسلم راه تحل له يحل، إن كان هذا شي واحد يعني دار شي يعني فرق ما بين دولة دار واحد شخص معين فلا فرق بين ديار الإسلام وغير ديار الإسلام. علاش؟ لأن دار الكفر ما بقات شيء، الكرة الأرضية كلها كما قلنا غير ما مرة كلها أرض إسلام، وكل الدول بين الناس وبينهم معاهدته يعني شكون نسميه معاهدته سلام يعني لا شكون نسميه الفقهاء يعني الأمان يعني مسلمون أو موادعون يعني. ولذلك هذه الناحية هذه ما بقاش وردة نهائيا، ولذلك المسلم ما يفعله في بلده بما يجوز ربح البلد يعني غير المسلم. نعم في هذه المسألة سيدي كاين أمور أخرى مثلا يقدر يكون فيها الاختلاف من غير هذه المعاملة هذه، يعني ماشي كاع اللي مثلا الأحكام الشرعية اللي كتنطبق لنا على بلاد غير الإسلامية هي نفسها اللي كتنطبق على لا كندخلوا عليه كشخص. نعم. كشخص خليه قضية المؤسسة كشخص كشخص يعني كما يخاطب بالأحكام الشرعية في بلاد الإسلام يخاطب بها فيه. وش مبقاش اليوم عندنا مثلا ما يسمى بفقه الأقليات وفقه حتى هذا أنا أعتقد ما بقاش الناس مازال كيألفوا فيه كتب وكيطرحوا فيه مسائل كثيرة. لا 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 إن أدرك أصبحنا في وضعية تغيرت كثيرا، هادشي كان في السبعينات وحتى كاع الثمانينات، أما الآن تغيرت الأمور كثيرا. نعم نعم مابقاش هذا فقه الأقليات ذكروا فيه الناس وألفوا فيه وتصوروا تصورات معينة، ولكن في اعتقادي أن الأمور تغيرت والأحكام تتغير بتغير الظروف
والأحوال بحال هكا. نعم استاذ بارك الله فيك. فالمسلم كما هو مخاطب بالأحكام الشرعية في بلاده الأصلية مخاطب بها في غيره. نعم. وما يلتمس له من أعذار كما تلتمس له في بلده تلتمس في غيره. نعم بارك الله فيكم. تقول السؤال الآخر وداد الفاكهاني من مدينة مراكش تقول ما حكم الشرع في من يقع في الرهن مضطرا؟ أشنو هو الرهن؟ ديك السكن اللي كنعرفوا الرهن يا استاذ في العرف ديالنا المعروف كنمشي مثلا انا عندي جوج الاختيارات اما انني نكري دار انا ما عنديش السكن كنمشي نقلب اما نسول على كراء عادي كيقولوا لي مثلا هاد الدار هذه دايره 2000 درهم انا كنقول انا ما قادرش ندفع 2000 درهم في الشهر كامل بغيت ندفع غير 1000 درهم واش كاين شي رهن؟ كيقول لك هي كاينه واحد دار واحده اخرى بالرهن كندفع مثلا واحد القدر من المال جوج المليون ولا ثلاثه ولا اربعه ولا عشره وغادي تستافد من تخفيض السوم الكرائيه هذا هو الرهن اللي كنتعاملوا به. هكاك وهذا الشيء راه ذكرنا فيه غير ما مره كما قلت الناس اللي تذكروا على هذه القضيه اختلفت انظارهم كل واحد كيفاش كيفها فهي خلاف في حال او في شهاده خلاف في حال او في شهاده بعض الناس كينظروا لها على انه سلف جرا نفعا يعني اعطيتي واحد مقدار واستفدتي من التخفيض اييه يعني سلفتيه كانك سلفتيه وعاد تستفد من التخفيض اييه كنقولوا لا هذا ليس سلفا ما مدخولش عليه انما الاعمال بالنيات المعاملات ديال الناس مبنيه على النيات ماشي على الالفاظ مبنيه على النيات ليس ماشي يجي كيقول لي سلفني ولا نسلفك وعطيني واحد المقدار يعني نقضي به الغرض ديالي نتاجر به نقضي به الغرض ديالي ولا حتى نسالي العقده وارجعه لك في مقابل ذلك غتاخذ فهناك معاوضه يعني هذه معامله عوضيه وليست تبرعيه ما فيهاش تبرع نهائيا ان السلف يقوم على التبرع اما هذه معامله عوضيه كل اخذ عوضا هذاك اللي عطى له هذاك المقدار العوض اللي اخذه اشنو هو سكن وبتكلفه وبثمانين اقل والاخر مدى العوض اللي خد دوك الفلوس غادي يتصر بها غادي يروجها ومقدار شهري وشنو الفرق واش انا ثاني سلفت من عند شي واحد انا مثلا ما لقيتش فلوس ومشيت بغيت ندير واحد المشروع او بغيت ندير واحد العمليه لولدي او اي حاجه وما لقيتش اللي سلف لي وجيت عندك مثلا قلت لك عطيني سلفني قلت لي لا ما نسلفلكش الا بالفائده بزياده انت نسيت فيه السلف يعني انا استفدت انت راك استفدتي لانك خديتي ديك الفائده وانا كذلك استفدت قضيت الغرض ديالي لا سلاف مليون على العوض على يعني على لا هذه يعني هذه المعامله هذه يا استاذ شنو كتسمى هذه؟ هذه سلف اها وهذيك كراء هذه كراء المؤدة متشابه ان عودة الاخرانية اش قلتي فيها؟ انا مثلا كنجي عندك استاذ نقول لك سلف لي قول لي لا نسلف لك ولكن بالفائده يعني نعطيك جوج المليون تقضي بها الغرض ورجعت مزيان هذه ياك استاذ هذه ربا هذه ربا هذه الحاله هذه حتى هي انا مثلا لو لقيت شي واحد اللي يعطيني الفلوس باش ندير بهم ديك العمليه مثلا او باش نشري بهم ديك ندير بهم واحد المشروع ولا شي حاجه ما غنضطرش انني نحط الدار ديالي في هذا الكراء بهذا الشكل هذا ونكريها مثلا الناس كيكريوها ب 3000 درهم وانا غنكريها ب 1500 درهم. شوف استاذ هشام انا فهمتك دروك شوف اللي كاين وهو ان المقاصد المقصود اللي بغينا نوصلوا ليه يمكن ان تصل اليه بطريقه مشروعه وممكن ان تصل اليه بطريقه غير مشروعه. كنعطي مثال يعني الانسان لما يبغي اللحم يعني في حاجه الى اللحم اللحم يمكن تاخذه من الحلوف تاخذه من يعني من الفرس على القول انه لا يجوز ممكن تاخذه من البقر وكل يعني نفس البروتينات ونفس المكونات ديال هذا هذا يشبيع وهذا يشبيع ولكن هذا بطريقه مشروعه هذا بطريقه غير مشروعه وقيس كثير من الامور نصل قضيه ديال السكن الان قضيه ديال السكن هدف ولكن يمكن ان تصل اليه بطريقه المشاركه يمكن ان تصل اليه بواسطه القرض اللي قلتي فقضيه ديال المقاصد يعني خصنا نشوفوا الوسائل التي توصلنا اليها نعم المقصد قد يكون هو قد وقيس يعني حتى قضيه ديال الشبع يعني غتشبع فيك الجوع غادي تاكل
يمكن تمشي ليه بالسرقه يمكن ليه تمشي بالكسب ديالك، راه النتيجه هي هي، ولكن الوسيله اللي دزتي مختلفه. ولهذا هذه القضيه اللي قلتي يعني لا تستقيم، لا تستقيم، لا تستقيم. هذا جاء وقالوا جلسوا اتفقوا على اننا كريلي يا سيدي باش نكريليك بهالطريقه هذه، غتعطيني واحد المقدار كوديعه عندي غادي نستافدها غادي نروجها ولا نستعملها في شي مشروع كذا، وتعطيني واحد المقدار شهري مخفض وانت غادي تستافد، غادي تستافد من ذاك المقدار المعوض المخفض وتسكن بحال هكايا. اذا ما سميوهش رهن هذه المعامله؟ لا ماشي رهن، قلنا غير ما مره هذا الرهن هذا تسميه استصحبت، استصحبت. ان هذه المعامله كيف كانت؟ كان ديك الساعه كيكون الانسان محتاج كي قلتي الفلوس، كيجي عندك كيقول لك سلفني، كيقول لك نسلفك، كتقول لي جيب لي الضمان، جيب لي الرهن. الرهن وهذاك ذاك الدار سكنها، كياخذ ديك الدار ويسكنها فابور، هي غير رهن عنده ويسكنها، ولا ارض فلاحيه كياخذها كرهن ويستغلها. هذا الذي لا يجوز حقه يستغلها استاذ في الرهن، الرهن في الاصل ديالو. هي تقول لك ما تستغلهاش، لكن المرهون، المرهون ما خصوش يتصرف فيه. هي المخالفه، هنا المخالفه الصريحه. هذه مخالفه. اما هذا الشيء اللي كان، فالناس يعني طولوا القضيه ولاو كيقولوا لا كراء، اولا كيعطي واحد المقدار شهري، مقدار شهري، ثم بعد ذلك هذاك المقدار اللي لو وظفه لقام مقام ذاك النقص اللي كاين. ولهذا قضيه ديال غير قضيه ديال التصور او التكييف. نعم. يعني كاين اللي كينظر لها على انها سلاف وليست بسلاف، وانما هي معاوضه، يعني معامله عوضيه قائمه على الكراء، والناس يعني يحاسبون بنياتهم. نياتهم. اذا ما فيهاش اشكال؟ لا لا، يتعاملوا بها الناس. لا, 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 لا حرج فيها. وحنا عارفين كاين شي، كاين ناس غير استاذ الناس لان هذه القضيه الناس كيسولوا عليها بزاف. علاش؟ يوميا كيتعاملوا بها. ما فيها حتى شي مانع شرعي. هذه الصوره استاذ، الصوره الاخرى انه مثلا شي مره كنلقاوها بهذا الكلام، مش كيكونش السومه مخفضه ديال الكراء، وانما كتحين مثلا تقول له اعطيني 10 المليون وهذيك الدار هي رهن وسكون فيها فابور. هذا رهن، رجعنا للاصل. هذه لا تجوز، رهنون هذه لا يعني تجوز. سلفون جرا نفعا، سلفون جرا نفعا. يعني هذه موجوده في بعض المعاملات، اصبحت قليله على حساب استاذ. ملي كتعطي الفلوس بزاف مثلا، هو محتاج مثلا واحد 15 مليون، تيقول لك اعطيني 15، كل ما اعطيتي بزاف كل ما كتقدر تضمن انك تسكن فابور. هذا رجعنا للاصل. اذا هذه هذا الاصل، هذه لا تجوز. الاصل هذه لا تجوز. نعم. هذا سلفون جرا، يعني سلفون، يعني سلفون جرا نفعا. علاش النفع ديالو هذاك الرهن تستغله؟ نعم. والرهن لا يستغل، يعني كيبقى غير وثيقه، يعني ضمانه ولا يستغل. نعم. اذا هذا الرهن اللي متعامل به ديال الكراء والسوم مخفضه، هذا لا منع شرعي. توكلوا على الله الناس، الله يتقبل من الجميع ووفقنا لكل خير. انتقلوا استاذي الكريم، سؤال اخر من الاسئله الصوتيه. مرحبا. السؤال ديالي، انا شاب مقيم بايطاليا على حساب زكاه الفطر. المدينه اللي كنعيش فيها انايا يعني كاع الناس عندها، كاع الناس واكلين شاربين. انا كنت كنصيفط زكاة الفطر للمغرب، يعني المغرب كنت كنصيفط زكاة الفطر للمغرب، كنصيفط زكاة الفطر وكنزيد شي بركة اخرى من عندي وتنصيفطها للوالدين اللي تيعطيو الناس المحتاجين. هل يجوز او لا يجوز؟ مرحبا. مرحبا، تسمع ان شاء الله الجواز او عدم الجواز. زكاة الفطر نقلوها ماشي غير من مدينة لمدينة، وإنما من دولة إلى أخرى. هذه القضية هي اللي كيسميها الفقهاء نقل الزكاة إلى بلد غير الذي أخرجت فيه. الأصل في الزكاة أن توزع في البلد الذي أخرجت فيه. زكاة الفطر يا أستاذ، دابا اللي كنت سؤال على زكاة الفطر. تعطى زكاة، يعني حكمها حكم الزكاة، زكاة الأموال. بحال بحال. من هذه الناحية، هذه من هذه الناحية بحال بحال. يعني ما يقال في نقل زكاة الفطر يقال في زكاة الأموال، بحال بحال نقلها. والذي عند المالك اللي كاين مقرر فقهان ان الزكاه تخرج وتوزع في المحل الذي وجبت فيه. علاش؟ لان سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ لما بعثه الى اليمن فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. وعلى هذا الاساس قال الفقهاء رحمهم الله أن الزكاة ما شرعت إلا للقيام بأهلها المحليين، الأهلها الفقراء والمساكين
وغيرهم المحليين. نعم. هذا هو الأصل فيها. قضية نقلوها، نقلوها ذكروا فيه وخلاصة ما عند المالكية أنه إذا كان غير غير أهل البلد الذي وجبت فيه أحوج وأعدم، يعني يعني أقل، يعني أكثر حاجة من من سميتو يمكن أن تنقل إليهم بالدارجة. الدارجة إذا كان من بلاد لبلاد. يعني نقلوها البلاد لبلاد كنشوفوا اللي غادي نقلوها لهم. واش هم أفقر من الناس اللي عندنا في ذاك المكان اللي أنا كنت وجدت فيه. ومن ومن حكم يعني حكم أفقر أنهم ما يكونوش أي يقدروا ما موجودين، ما غير موجودين. غير إما يكونوا أفقر من البلاد اللي غادي نقلوا ليه ولا ما يكونوش كاع. هنا في هذه الحالة هذه تنقلوا إليهم بحال الحالة اللي ذكر لنا السائل. تماما. قال هو في ذاك البلاصة اللي كيعيش فيها ما لقاش الفقراء، إذا أنا ينقلها. هو ذكرها ذكرها في السؤال ديالها. ينقلها، ولكن نقل هنايا ماشي تلقائيا الى خارج البلد اللي هو فيه. يعني ان كنعتبروا مثلا هو في ايطاليا، ايطاليا نظروا لها بشكل شمولي، يعني بشكل شمولي يعني كنشوفوا الاقرب يكون شي مدينه فيها شي مسلمون محتاجين كثار وكذا. هذيك المراكز استاذ لينا هذه من المسائل اللي كاينه في اوروبا بشكل عام، ماشي غير في ايطاليا، كاينه مراكز اسلاميه كيجمعوا زكاة الفطر وكيجمعوا حتى زكاة الأموال وكيوزعوها على على الفقراء. واحيانا كيستافدوا منها حتى في المراكز الدينيه اللي كاينه تما. ملي كنقولوا المركز في اوروبا مثلا راه هو الجامع فيه كيصلوا الناس، داكشي كيقول لك نصرفوها على هذه الامور هذه. واش نعطيها لهم سواء زكاة الفطر او زكاة الأموال؟ يمكن يمكن يعني يخرج من باب واسع، يديها لهذوك اللي كيجمعوها في البلد الذي وجبت فيه وما يتحملوا المسؤوليه ديالهم. واذا ارسلتها قضية ديال الإرسال، هذا هو كنقولوا إذا كان الناس اللي غادي يصيفط لهم أحوج ومن باب يعني أنهم أحوج ما يكونوش ما يكونوش الفقراء ينقلها. إذا كانوا متساوين، كانوا متساوين في الفقر، قال الفقهاء يعني يمكن شوية هنا وشوية هنا كانوا متساوين قسمها. إذا كانوا أهل البلد الذي وجبت فيه يعني أحوج لا ينقلوها. نعم. هذه هي الصور ديال القضيه. نعم. هذه. نعم. وهاد قضيه التنزيل ديالها يشوف هو، يشوف الشخص يعني كيف كيفاش كيفها، واش الناس اللي غادي يصيفط ليهم احوج في النظر ديالو في التقدير ديالو احوج من ولا ما كاينينش. هو المنطلق الكلام ديالو ان حتى الشيء اللي قلنا ان هو في ايطاليا نظروا لايطاليا كبلد واحد يمشي يشوف المدن الاخرى صعيب عليه، صعيب عليه صعيب عليه. فالتقدير ديالو الى شاف انه ما كاينش، ما كاينش الفقراء ولا انهم كاينين ولكن اللي غادي يصيفط لهم احوج ينقلها لهم. وهو العمليه كيقوم بها اذا العمليه صحيحه، صحيحه. زكاه الفطر بالنسبه للسائل الكريم كيقوم بها سنوات بالطريقه هذه فهي صحيحه. لا لا كلام، لا كلام. نعم. لا كلام. نعم. بيت نقول وهو اذا نقلها هذه غير زياده في الفائده على من تكون مصاريفها، على من تحسب، على شكون الطرف اللي غادي يحسب عليه ذاك المصاريف ديال نقلها. الذي في الامر ان المالكيه قالوا هذا ما لم ينقلها الامام. نبقاو نرجعوا للاصل، اذا نقلها الامام لا كلام. نعم. الا كيشوف الامام ان الزكاه ديال واحد المدينه ديال واحد مجموعه من الاغنياء وجبت عليهم الزكاه وعطاوها الحاكم يعني وشاف انها تنقل الى ونقلها باجتهادي له ذلك. نعم. له ذلك النقل الفردي. اما كنتذكروا دروك على نقل الافراد، وهذا الشيء اللي كاين في هذا الزمان. ان لحد الان ما عندناش مؤسسه قائمه رسميه تقوم بجمع الزكوات. نعم. يعني في كل البلاد كي تكون مسلمة أو غير مسلمة. نعم. إذا القضية في على مستوى الأفراد كما قلنا، إذا شاف أن غيرهم أحوج في البلد ديالو ولا ما كاينينش ينقلوها. كيبقى المصاريف. المصاريف قالوا إذا الإمام هو اللي صيفطها يأخذها من الفيء، يعني من خزينة ديال الدولة. طبعا هذا فرض، ماذا يفعل؟ قال خليل رحمه الله ولا ابن الحاجب قولان. ما معنى قولان؟ قول انه يحسبها من الزكاه، وقول انه يتكلف بها هو. نعم. قول انه يخرج مثلا عنده 10000 ريال
وغادي الارسال ديالها غادي يقوم بقد يسقطها من الزكاه يحيدها من ذكر الزكاه وقول لا يسقطها لان ذاك حق الفقير خصو يبقى صايم يتكلفه نعم. لانه نعم. امر بايصالها نعم. الى من يستحقها فقولان وهنا كنقولوا الانسان الى شاف عنده شي مقدار يعني كيشوف انه كثير يخرجها من الزكاة يحسبها من الزكاة إذا كانت شي حاجة خفيفة يتحملها هو ولكن السائل الأستاذ جاوب على هذه المسألة قال لك هو راه كيزيد على داك الشيء هذاك وهذا غالب الناس كاملين هذيك المصاريف ديال النقل ما كيسولوش عليها ولكن باب أن الإنسان يعرف حكم الشرع الفقه نعرفوه أما في التطبيقات راه الإنسان راه كيخرج ديك البركة خاصة زكاة الفطر كتكون قليلة وكيزيد من عنده لما كيكون الله سبحانه وتعالى مستعان بارك الله فيكم أستاذي شكرا جزيلا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي الحسين مفرح عضو المجلس الأعلى الأهلة وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقات قادمة أنتم أيضا أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات حان وقت توديعكم على أمل اللقاء بكم في حلقات القادمة بإذن الله عز وجل ومشيئته إلى ذلك من حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته